احمد ثابت هو فنان سواري خالق لموديلات متخصص اوت كوتور، بيعرف من شكل الجسم والطول ازاي يلبسك اللي يناسبك. هنشوف صنعه ايده المصريه بتعمل ايه، تعالوا نتفرج. احنا بدأنا البراند تقريبا من سنة ونص او سنتين. انا ماسك اللاين السواري، حبيته وشغال فيه بقالي فترة وتعلمته، عشان كده يعني هو بقى تقريبا هو الحاجة اللي انا بحبها اكتر. يعني انا دارس فاشون في FDC اكاديمية ايطالي في مصر هنا، قعدت فيها سنتين، دبلومة كبيرة استفدت منها كتير. بعدها اشتغلت فترة كبيرة برضو في كذا مكان، اشتغلت في كذا لين مختلف، في لين كاجوال سواري، لحد ما استقريت على موضوع السواري. السواري هو يعني هو اكتر حاجة شدت لها وخد مني وقت ومجهود. يعني بدأت من حاجة صغيرة خالص، بدأتها واحدة واحدة جدا، بدأت فستانين، حتى ما كنتش لسه فتحت، بدأت معايا كده علاقات يعني اصدقاء، تعلمت وعملت مجهود كبير لحد ما وصلت ان انا بدأت ايه احط رجلي بقى ان انا اعمل لاين واشتغل عليه، لحد ما الحمد لله عملنا برده. اخترت تصميماتنا يعني كل فتره بشكل مختلف عن اللي قبليه، بنمشي شويه مع خطوط الموضه ايا كان، بنعدل فيها اللي يناسب الشكل بتاعنا وبلدنا، في اللي نقدر نعدل فيه على قد ما نقدر. مشتنا معظم السواري بنجيبها مش من مصر، سوق السواري في مصر ضعيف شوية، فبنحاول نجتهد ان احنا نجيب. حتى لو اشتغلنا في السواري من مصر بنحاول نشتغل على حاجة نعرف نعمل بيها قطعة كويسة تبقى مناسبة جدا. بنختار الديزاين بتاعنا بناء على القماشه اللي هنعرف نشغلها رقم واحد. بنحاول على قد ما نقدر نعمل فيها مجهود يطلع منه حاجه كويسه. قماشتنا دايما بيبقى احنا بنعدل عليها كمان، بنضيف لها حاجات. السكتش بتاعنا دايما بيبقى بسيط عشان ما يبقاش فيه دوشه كتير. ده يعني بنحاول على قد ما نقدر نرضي كل الناس بشكل مختلف، محجبة مش محجبة، ده بنحاول نسيطر على الموضوع ده في اختيارنا للموديل وكده. يعني بحب الديزاين اللي فيه مجهود، يعني اللي فيه فكرة، مش شرط ديزاين واحد او شكل معين، بحب الحاجة اللي فيها فكرة اللي ممكن تطلعنا بره اللي موجود. يعني الحاجة البسيطة اللي يكون فيها فكرة نعرف نشتغل عليها، وفي نفس الوقت ما تبقاش شكلها يعني او شكلها مش ملائم للي هيلبسها. احنا الجبرات بشكل معين، قماشه الجبير، مش الجبير المطرز، التول باشكاله كلها، الدانتيل، الحاجات القماشه الخفيفه دايما بنعرف نشكلها كويس ونعرف نلعب فيها كويس. يعني انا بميل قوي للاسود، ولما الاسود بقى يتضاف له مثلا زي الفستان الاسود في جولد من تحت شويه، ده لما يتضاف له فكره بتبقى حلوه قوي. في الاسود دايما مسيطر على الموضوع.